اغلب القوى الصدريين ودوله القانون وسيد الكاظمي واخرين، هل حاورت او فتحت حوار مع الجماعات او الاحزاب التي تحمل السلاح اللي هم يندرجون ضمن اطار تحالف معين اللي هو تحالف فتح لو لا؟ اي نعم، يعني صارت اتصالات، صارت كلام. احنا عندنا خط واضح انه السلاح ما هو الانتخابات، هذه نقطه. تكون تفصل بين سلاحك، تريد عمل سياسي اهلا بك، عمل سياسي نرحب، اما انت عندك سلاح من جانب وعمل سياسي انا ضد هاي، ضد منطق هذا الباب. على انه قسمي ينصحوني، بس ساقول عن اللطيفه انه يقول لك انت اذا ما عندك سنون ما راح تقدر، عندك جانب مسلح يدافع عنك. اذا تبقى بهالمدنيه انا اقول قوتي هي الدوله، وراح ابقى ادعم الدوله اذا اصير دخل. وانا بدي اوقفك هنا، بعض الزعامات السياسيه تفكر بهالطريقه، يعني طريقه السنون اكيد بلا قوه. يقول لك هاي قوه، القوه تجيب لك ناخبين، بس هاي اضعاف للدوله، هاي اضعاف للعراق مستقر، اضعاف للمؤسسات، قوه الهم لكن على حساب الدوله. اللي منهم منصف يقول لك انا مستعد بس غيري ما راح يلتزم، فليش انا يلتزم هذا؟ والاخر هو يريد يصير اقوى من الدوله. هو انا مع احترامي بس ما عندها الرؤيه الشموليه انه عداله الدوله والدوله يكون منصفة لكل المواطنين. ويقول أنا عندي مطالب، عندي رؤى، أنا أريد أنفذها. هو يسموهم دواعش السياسة. ترى هو نفس المنهج. داعش عندها نفس الرؤية، بس داعش تغلف رؤيتها بغلاف ديني، أن يجب على الآخرين أن يطيعوها، وبالتالي تنتقم منهم بقتلهم وإقصائهم. بس هذول الجماعة ما يقتلوهم، وإنما يقصون الآخرين. يتصور هو عنده رؤية يجب الآخرين أن يقبلوا منها، وأفضل طريقة هو بقوة السلاح.